ربنا أكرمني بإعارة إلى اليمن 4 سنوات، وبعد فترة قليلة تعاقدت للتدريس في المدينة المنورة في معهد دار الهجرة مدارس الشاوي الأهلية، وبعد ذلك أتيت حتى أكملت سني الدراسة وخرجت على المعاش، والآن أعمل خطيبة مكافأة تبع وزارة الأوقاف. بدأت في تكوين وتجميع هذه الكتب منذ دخولي الأزهر الشريف في معهد المنصورة الديني الثانوي. كنت أشتري الكتب باستمرار لرغبتي للقراءة والاستفادة منها في التدريس وفي أداء الخطابة، وهذه الكتب كونتها بصبر وباستمرار، وكانت أكثرها أيضا للحقيقة تهدى إلي من المؤلفين ومن أساتذة كلية اللغة العربية بالمنصورة وكلية أصول الدين وكلية الدعوة بالقاهرة، أكثرهم يحبون إهدائي بعض مؤلفاتهم أو بعض كتبهم في مكتبتهم الخاصة، حتى تكون هذا الكم الكبير في مكتبة المتواضعة لا أحصي عددها، لأنها مجموعة من الكتب القيمة ومن المجلات الإسلامية الشهرية. يأتينا جمع كثير من أحبابنا طلاب الدراسات العليا، الماجستير أو الدكتوراه، أو من يحبون القراءة، فيستعيرون الكتب التي يرغبونها، استعاروا كتبا نالوا بها بفضل الله الماجستير والدكتوراه، سواء طبعاتها نفدت وقديمة أو معاصرة. الكتب القديمة التي كنت أحصل عليها من معرض الكتاب أو من سور الأزبكية بالقاهرة لم أحسن تصنيفه ولا ترتيبه، وبذلك تلف أكثره من الرطوبة ومن سوء التكوين يعني.